sag mal ja. Ja. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله. اولا what's your name, ما اسمك, ام من اين, where are you from? Okay, from Sudan. Sudan, ما شاء الله. Your name? My name is مساجد. مريم مساجد. لا مساجد. مساجد. Excuses. مساجد, it's first time I hear this name. Yeah. مساجد from Sudan. Question today in Qatar. The people, they know what I'm asking, but the question will always the same. Okay. How much do you know from the Quran? كم تحفظين من القرآن؟ little, not so, يعني كده الحمد لله. little, okay. ما هي السورة المفضلة عندك؟ What's your favorite سورة؟ ياسين. ما شاء الله. هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ياسين. اقرأ شوية. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. تنزيلة. تنزيل الحكيم. تنزيل العزيز الرحيم. سوري أنا متوتر. يا سكوت سكوت. لتنذر قوما. أنا متوتر. متوتر شوية. أجان ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم هم لا يعلمون, هم لا يؤمنون. ما شاء الله. بارك الله فيك. الحمد لله. She recites الحمد لله from the beginning of سورة ياسين. Thank you so much. This is a question, first question. How much سور are in the Quran? كم سورة في القرآن؟ 114. جميل. أول سورة في القرآن اسمها الفاتحة. Last سورة from the Quran اسمها, آخر سورة في القرآن ما اسمها؟ سورة قل أعوذ بربي الناس. أعظم آية في القرآن. What is the powerful آية of the Quran؟ أعظم آية في القرآن. آية الكرسي. بارك الله فيك. يلا خلي كلام للمشاهدين من السودان وللبلاد. الله. أنا بقول إنه أنا أسفة جدا إذا ما قدرت أعمل الحاجة صح أو أعمل الحاجة اللي علي, بعتذر. ما شاء الله عليك, عملت الجيد ما شاء الله. تسلم يديك العافية. الله ينورك.